أهلا بكم، تتابعون في نشرة الثامنة. رئاسة الجمهورية تتهم أطرافا بمحاولة التشويش على زيارة الرئيس للجزائر ومصر، وتؤكد الإعلان عن جميع ما أجري من لقاءات خلالهما. سوناك يؤكد لرئيس الوزراء التزام بريطانيا بالتعاون مع العراق ودعم الحكومة الجديدة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي. أقليم كردستان يحضر لإرسال وفد لبغداد للتفاهم حول عدة ملفات على رأسها الموازنة والنفط. مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في توكسخوموتو، والإعلام الأمني يعلن العثور على أسلحة ومتفجرات خلال العملية. الأنواع الجوية تتوقع استمرار تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، ومناطق بغداد تشكو غرق الشوارع بعد عجز شبكات التصريف. الموارد المائية تعد الأمطار الأخيرة فرصة لمعالجة الشح في المناطق الجنوبية، وتؤكد أنها ستترك أثارا في تخفيف حدة التنافس على المياه. إلى اللقاء.